خلال كل هالأزمات المتتالية يلي عم نعيشها بلبنان، مين منا خاصة بالفترة الأخيرة ما كان عم بيعرق هو وعم يوصل على محطة البنزين ليعبي سيارته بنزين، لأنه بيعرف أنه المبلغ يلي رح يدفعه هو مبلغ مرؤوم، وفي كتير ناس يمكن المعاش تبعها أو آخر الشهر يلي بتقبضه ما بكفيها حق بنزيناتها وتنقلاتها. من هون اجت الفكرة أنه ليش ما بنعمل سيارة على الطاقة الشمسية؟ طبعا هي منا الأولى من نوعها، ولكن مين بيعرف يمكن هيدي السيارة تتحول لتصير هي طريقة التنقل ووسيلة التنقل الوحيدة بالبلد، وإن شاء الله هيك بيصير. المهندس الميكانيكي هشام حسامي هو يلي طلع بليرة ورح يخبرنا عنها أكثر. صباح الخير. أهلا صباح الخير. الحمد لله ماشي. بس نقول ليرة بيصير القلب يدق لحاله بسرعة، تعرف، لأنه الليرة عنا ما إلها قيمة. لا إن شاء الله حيكون إلها قيمة، وحيكون إلها قيمة أكثر ما حدا يقدر حدا يتخطى، يعني يفكر قديش هي حتكون الليرة مهمة حتصير إن شاء الله. يعني اليوم أنت هشام يمكن ما عم تبتكر شيء أول مرة بيصير بالعالم، ولكن كفكرة سيارة تمشي على الطاقة الشمسية بلبنان، هل برأيك اليوم هيدا البديل؟ هيدا هو الحل؟ أنا برأيي اليوم بدنا نشوف نحن وضع البلد، يعني اليوم وضع بلدنا نحن عم بيتطلب، لأنه نحن مرئين بأزمة اقتصادية كثير كبيرة. وهي إجت الفكرة من هون. يعني اليوم من وجع الناس، من وجع العالم، مثل ما حضرتك بعدك تفضلي بالمقدمة أنه غلى البنزين. اليوم المواطن ما بقى قادر يتحمل غلى البنزين. طب شو الحال؟ طب كيف العالم بدها تتنقل؟ كيف العالم بدها تجي؟ بدنا نعمل حلول. فطلعت الفكرة أنه نحن اليوم حبينا نعمل هذه السيارة اللي بتمشي على الطاقة الشمسية، وهي سيارة كهربائية بنفس الوقت، لنحاول نخفف من هالعبء يلي على المواطن. اليوم نحن بدنا حلول. نعم، البلد بحاجة لحلول. بس كمان يمكن اللي عم يسمع يقول انه ما الطاقة الشمسية غالية، يعني كمان يمكن يفكر يقول انه ما نحن بدنا حل ما ندفع كتير مصاري. طيب ما هو ما في شيء، يعني اليوم ما فيك انت اليوم ما تعمل حل. اليوم في كل حل بس له مقابيله، بس واحد بيدفع مرة واحدة وبيخلص. نحن عم ضلنا ندفع، والغلا عم بتزيد، التانكي عم بتزيد، البنزين عم بتزيد، الهذا بس هيدي بندفع حقها مره واحده وخلص. انت ابتكرت هيدي السياره واطلقت عليها اسم ليره. هيدي السياره بتمشي على الطاقه الشمسيه، فيها بطاريتين، فيها هي خمس بطاريات مجموعين مع بعضهم. هيدي السياره بتشرج حالها بحالها كمان. بتمشي لغايه 200 كيلومتر بالنهار. فيها تمشي هالقد؟ فيها تمشي بنفس النهار، بنفس النهار واحد؟ بنفس النهار، حتى فينا إذا زدنا عدد البطاريات كمان زيادة. أوكي. ممكن نقدر نوصل لغاية 400. حلو. بس أصلا ببلد مثل لبنان يمكن 200 كيلومتر هو كافي. كافي كافي كافي. عم نشوفها كل حال فيديو. هيدا شو الفيديو؟ هون أثناء مراحل التصنيع السيارة. أوكي. لما كم شخص بتساع؟ هاي بتساع تقريبا بيقعدوا ثلاثة ورا مرتاحين واثنين قدام. والله شرعية؟ شرعية. اوكي. السيارة بتقدر تحمل لغاية 2 طن. اوف. نعم. والحديد المصنع منها حديد متين. أهم من السيارات اللي عم بتقلل من صناعة السيارات الثانية، نحن الحديد اللي عندنا مسمكينه حتى تكون سيف وأمان. اوكي. طيب اليوم بس نقول طاقة شمسية بيخطر على بالنا دغري إنه هي بحاجة لشمس. نعم. لأنه لتقدر تمشي وتتنقل. أوكي. كيف يعني شو البديل خاصة إذا قطع مثلا كم يوم مثل اللي مرقوا بلبنان؟ نعم. هلا هي طبعا البطاريات في لها كمان سيستم اللي هو التشارجر، التشريج، يعني ممكن يقدر واحد يشرجها. في لها تشارجر خلال نص ساعه بيقدر يشرجها، تتشرج البطاريات. وفي تشارجر ثاني اذا واحد ما بده يسحب كهرباء كميه بسرعه، ممكن يقدر يحط شارجر بطيء بتاخذ معه تقريبا حوالي 7-8 ساعات تشريجها. اوكي يعني في بيرجعوا كمان بمشوا 200 كيلو كمان. طيب اليوم حضرتك استاذ هشام صنعت ليره، بس الناس عم تسال حالها انه حتى لو انت مهندس ميكانيكي كيف قدرت تصنع ليره؟ شو الخبره يلي هيك استندت لها من بعد تخرجك من الجامعه لوصلت اليوم انك تعمل هالسياره؟ انا اليوم اللي بشتغل بتصنيع المكنات اكثر من 20 سنه تقريبا. اوكي. عندي خبره كثير كبيره بمجال صناعه المكنات، وصناعه المكنات صناعه معقده شوي. لما فكرت اني اعمل هيدي السيارة أو هالنموذج السيارة ليكون هو بداية حل، لقيت عندي القدرة والإمكانيات والمعرفة والخبرة. نعم. والجرأة أني أعملها. وهيدا تمويل شخصي؟ أنا عملتها يعني شخصيا، ما في حدا. طيب لوين بدك توصل هشام؟ يعني أنت عملت. نعم. النموذج. نعم. جربته؟ خد على اختبار؟ أكيد جربناه،
ونحن كنا من يومين ثلاثة مجتمعين عند معالي الوزير الاقتصاد أمين سلام. نعم. يلي هو كتير دعم هذا الموضوع وكتير رحب بهذه الفكرة، وهو السيارة إن شاء الله حتكون حتطلع من وزارة الاقتصاد برعاية معالي الوزير أمين سلام إن شاء الله. هل مفكر أنك تبيع على ليرة؟ أنا أول شيء الليرة هاي مش حتنباع، هذه كسامبل هذه أنا عاملها، وهذه أنا بصمة بتاريخ حياتي الصناعية حطيتها. إن شاء الله نحن حنعمل مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في لبنان، لنقدر نفتح مجال لها الشباب ولها الصبايا أنه يبقوا بلبنان ويشتغلوا بلبنان. بس شو هالقلب القوي، يعني بالوقت يلي كتار عم بيهاجروا ويسافروا، وشركة كبيرة مستثمرة كانت بلبنان عم بتسكر وعم تبرم ظهرها وتمشي، أنت بدك تفتح. أنا يعني مؤمن بلبنان. مش برأيك هيدا وقت خطير؟ هلأ طبعا برافو عليك، نحن بدنا هيك شيء. شو لقلك شغلي، أنا اليوم لبناني. نعم. وأنا بحب هالوطن لبنان، وأنا عم بدي أعمل أقصى ما بقدر عليه لنرفع صورة لبنان بالعالم، أنه نحن من كل هالأزمة اللي نحن مرئين فيها واقتصادنا منهار ودولارنا هذا، نحن مستمرين بالبلد وقادرين نعمل شيء من لا شيء، بس نحن بدنا تعاون. يعني أنا لوحدي ما في أنا أقوم بهيك مبادرة كبيرة بهذا. أكيد. بدي أنا اليوم إجاني كتير اتصالات من المغتربين اللبنانيين، شو بدك نحن حدك، شو بدك نحن ندعمك حتى من لبنان فيك. انا بتشكر كل العالم يلي على السوشيال ميديا اللي وقفت ودعمت هذا الموضوع، هيدا بالعكس هذا بيعطينا قوه واندفاع اكثر وتمسك اكثر لنفتح بكره ان شاء الله مصنع ونفتح فرص عمل للعالم والناس ونقدر نشتغل بلبنان. هلا نحن بالاخر نتمنى انه يضل في اشخاص مثل حضرتك هشام، يضل في ناس مؤمنه بهيدا البلد وبدها تستثمر بهيدا البلد وما بدها شبابها تسافر من هيدا البلد. هيدا يمكن اهم المطلوب بهيدا الموضوع. بس سؤال، ليه سميتها ليرة؟ يعني ليه اصريت انك تطلق عليها هيدا الاسم للسياره؟ انا مؤمن انه الليره حترجع تزدهر عنا نحن بلبنان، وليرتنا حتكون اقوى ليره بالمنطقه كلها. نحن بحاجه لهيدا التفاؤل يا جماعه على الصبح عن جد، عن ضروري، لانه انا بشوف من منظار يمكن غيري بشوفه من منظار اخر. انا دائما بشوف التفاؤل. انا سميتها ليره بالرغم من ان ليرتنا نحن منهاره، دعما لليره اللبنانيه ودعما للاقتصاد الوطني، وان شاء الله بكره الايام بتفرجي وبتبرهن انه هيدي الليره حتصير ليرتنا احسن ليره موجوده بالمنطقه كلها. هشام، انت على الاكيد ولا مره فكرت انك تهاجر، واضح من تعلقك وتمسكك بهيدي الارض وبهيدا الوطن، فيما لو حدا من الاولاد او العيله شفته حمل الشنطه وراح، نعم، شو راح يكون موقفك؟ انا في عندي حدا بعائلتي هو سافر وعايش بانجلترا، وكثير انا تاثرت لما هو سافر من لبنان. واليوم هو كتير عنده بوست كتير مهم ببريطانيا. طب هيك شخصية ببريطانيا ليش ما بتكون عندنا بلبنان؟ أنا ما حبيت أترك لبنان، أنا متمسك بلبنان، أنا صناعي بعتبر حالي بكل تواضع مع احترامي لكل الناس، نحن صناعيين من الطراز الأول. حلو. نقدر نصنع أشياء حلوة عندنا بلبنان، ليش نحن بدنا نروح نشتغل برا وياخذوا هالصيت دول تانية مش لبنان وأنا لبناني؟ لا، أنا بدي إياها بلبنان بالرغم من كل هالصعوبات. أنا مادد إيدي لكل شخص بده يتعاون معنا، أهلا وسهلا فيه، أنا إيدي معه لنبني هالبلد. يعني هشام عن جد أعطيتنا طاقة إيجابية كتير حلوة برغم من كل الظروف يلي مرقنا فيها. بدي أتمنى لك التوفيق، بعرف أنه مشروع هيدي السيارة يلي بتمشي على طاقة شمسية هو منه إلا بداية، وإن شاء الله يا رب بيتحقق حلمك وبتنشق هيدا المصنع يلي أنت عم بتفكر فيه. نعم. وان شاء الله هيك الايام اللي جايه بتعطيك هيك الدفع وبتحقق لك الحلم يلي انت عم تسعى له لك سنين ان شاء الله. شكرا كتير لك المهندس هشام حسامي، وبالتوفيق بكل شيء بتعمله.